إيهان تعالي تعالي لعندي. كيف صرت هلأ بابا؟ منقول الحمد لله. طيب حابب تخبرني شي مثلا؟ مثلا مثل شو؟ يعني بخصوص فرهاد. بابا كأنه لقيت رفيقتك المقربة هنيك بالعرس، بس هي طلعت بتعرف بخصوص فرهاد عن أمه وخاله. يا ترى صدفة اللي صار؟ بابا شو القصة؟ بابا أنا عم بسألك لحتى ما أفهمك غلط. نحن بأي طرف إلي؟ نحن رفقات الكل ما عدا نامق. ليش ما عدا نامق؟ لأنه نامق هو عدو الكل. بابا قلي، كنت بتعرف إنه يا تار رح توصل لنامق مبارح؟ إيهان شو فاتحة معي تحقيق يا بنتي؟ فهمت عليك بابا. رح أضل هون الليلة ولا رايح؟ رح أروح بعد شوي. نامي إذا بدك. يلا، مو بالعادة نترك رفقاتنا هيك، صح؟ رح نراقبهم من بعيد لبعيد، بس رح تضل عيوننا عليهم دوما. كيف ساعدت المدام يا تار؟ تصبحي على خير يا بنتي. وانت من أهل الخير بابا. يا الله ماما، أمي قولي أي شيء. كيف الواحد بيقدر يقتل أخوه؟ ليش عملتي هيك شيء؟ احكي يلا قولي أمي أي شيء. آزاد تعا اشرب شاي. يا تار أصلان؟ ايه أنا. أنت متهمة بمحاولة قتل الأستاذ نامق أمير خان.
ألو يا تار، أنت منيحة؟ مين معي؟ شخص بيعرفك من زمان كتير، مبارح خوفتينا عليكي. ليش عملتي هالشي المجنون؟ قلت لك مين معي؟ كل شي راح يكون هلأ تمام. لا تخافي، إياكي إياكي تعملي أي شي بلا تفكير. وهي هاي مشاني أنا. وقفي، لا تخافي يا يتار، راح يمرق كل شي، راح يمرق. ألو أصلي، كيف صار نامق؟ منيح، لا تخافي أنتي. حكى شي عني؟ حكى لهم شي؟ لا ما حكى، بحكي معك بعدين. معافى مرة تانية.